بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ثبوت أنها غير قابلة للمرض، وزير الزراعة استثناء الجمال من قرار حظر نقل الحيوانات. الخميس 29 مارس 2012، كتب عز النوبي: علمت اليوم السابع أن المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة قرر استثناء الجمال من قرار حظر نقل الحيوانات بين المحافظات بسبب الحمى القلاعية ساتو لحل أزمة الجمال العالقة في المنافذ الحدودية مع السودان أو الشاحنات الراسية أمام موانئ السويس، بعد ثبوت أنها غير ناقلة للفيروس والاحتواء إضراب تجار الجمال في المحافظات. يأتي ذلك بعد اجتماع اللجنة العليا التي تضم 40 خبيرا بيطريا من أساتذة الجامعات برئاسة اللواء أسامة سليمان رئيس هيئة الخدمات البيطرية لبحث مطالب تجار الجمال باستثناء حظر نقل الجمال بين المراكز والمحافظات لأنها غير ناقلة لأي مرض، بالإضافة إلى مناقشة موقف المخزون الاستراتيجي من اللحوم المتواجدة بالأسواق. البحث العلمي: تصنيع مصل مضاد للحمى القلاعية وتوزيعه خلال أيام الثلاثاء 27 مارس 2012، القاهرة. ألف شين ألف. صرح الدكتور خالد عبد الحميد عضو المكتب الفني بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأنه يتم حاليا تصنيع المصل المضاد لمرض الحمى القلاعية، حيث يتوقع معايرته وتوزيعه بالمجان للتطعيم الحيوانات السليمة ضد المرض في صورته الثلاثية O-A-SAT-2 في صورته الثلاثية، مشيرا إلى أن مدينة قطور بمحافظة الغربية تعتبر بؤرة نشر المرض الذي أهلك ما يقرب من ثلث الثروة الحيوانية في المدينة بعد نفوق ما يزيد على 4500 رأس ماشية فيها. وقال في تصريح له اليوم أنه في هذا الإطار تعقد أكاديمية البحث العلمي ورشة عمل غدا الأربعاء، أي الأربعاء الموافق 28 مارس 2012، بمركز ومدينة قطور بحضور مسؤولين من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمحلية وهيئة المصل واللقاح وبعض مربي الماشية والفلاحين حول تطورات المرض وسبل مكافحته وحماية الثروة الحيوانية قبل أن تتحول الحمى القلاعية إلى وباء. وأضاف أن الأكاديمية كانت قد حذرت في بيان سابق لها من تحول المرض إلى ما يشبه الوباء خلال أسابيع قليلة إذا ما تأخر تطعيم الحيوانات السليمة والتي تقدر بأكثر من 15 مليون رأس من الماشية والماعز. وأشار إلى أن مديرية الصحة بالغربية شكلت لجنة عاجلة فور الإعلان عن الاشتباه بإصابة 9 أشخاص من قرية أبشواي بمركز قطور بالمرض، حيث أجرى الدكتور محمد عبد المنعم مدير الإدارة الصحية بقطور ومعه فريق من 4 أطباء من الإدارة بإجراء الكشف الطبي على الحالات 9 المشتبه في إصابتها بالمرض، وأكد الكشف عدم إصابتهم. وتابع أن المديرية تقوم بالتنسيق مع المسؤولين بالطب البيطري والوحدة المحلية ومركز مدينة قطور بالإشراف على عمليات الدفن الصحي للحيوانات النافقة خشية انتشار المرض بعد قيام الأهالي بإلقاء الحيوانات النافقة بالترع والمصارف والمجاري المائية مما يعرض القرية لكارثة بيئية خطيرة، وقيام بعض الجزارين بأخذ هذه الحيوانات النافقة وبيعها لمحلات الجزارة إلى جانب تحويلها إلى لحوم مصنعة مما يؤدي إلى انتشار الأمراض بصورة خطيرة. رئيس الثروة الحيوانية بالسويس: الماشية المستوردة سبب انتشار القلاعية. الأربعاء 28 مارس 2012، السويس محمد كمال. أكد عبد الله أبو صبيح رئيس جمعية الثروة الحيوانية بالسويس أن مرض الحمى القلاعية دخل مصر عن طريق رؤوس الماشية التي يتم استيرادها من جيبوتي وأثيوبيا، والتي دخلت للبلاد عن طريق مواني الأدبية وسفاجة
والعين السخنة، وكانت حاملة للميكروب، لكنها في نفس الوقت محصنة بالمصل ضد المرض، ولا تظهر عليها أي أعراض نتيجة للمناعة المكتسبة من تلك الأدوية والأمصال، والتي تقوي بدورها المناعة الطبيعية لدى الماشية المستوردة. وأضاف أبو صبيح أن هناك 29 رأس ماشية حية مستوردة تم إعدامها من يومين كانت مصابة بمرض السل، لافتا إلى أنه من المفترض أن يقوم الحجر البيطري بالدول المصدرة للماشية بفحصها قبل شحنها وعدم السماح بنقلها إذا كانت حاملة للميكروب، مشيرا إلى أن المرض تفشى في السويس ليصبح قرابة 80% من إجمالي عدد الماشية المقدرة ب30,000 رأس بالمحافظة. نقرأ من على صفحة مجلة عالم الثروة الحيوانية والداجنة بالفيسبوك للدكتور محمد شميس: مرض الحمى القلاعية تكلفة اقتصادية. يوجد في مصر حوالي 6 مليون رأس ماشية، منهم 3 ملايين أنثى و 1.5 مليون رأس متوسطة العمر من الذكور والإناث، و 1.5 مليون رأس من العجول المولودة. يصاب من الإناث حوالي 1.5 مليون أنثى بالمرض، وتنخفض إنتاجية اللبن بمقدار 8 كيلو جرام لبن في اليوم لمدة 10 أيام بخسائر مالية تقدر بحوالي 360 مليون جنيه. الأدوية التي تعطى للحيوانات المريضة وكذلك لعلاج الضرع تقدر بحوالي 500 مليون جنيه. 1.5 مليون حيوان نامي تفقد يوميا خلال المرض 1 كيلو جرام من الوزن لمدة المرض 7 أيام، وثمن الكيلو قائم أي وزن حي 40 جنيه مصري، وتكون الخسارة في هذا القطاع حوالي 420 مليون جنيه. تصل نسبة النفوق في العجول الرضيعة إلى 100%، ولو فرضنا أنها 50% فقط في حالة مصر، فسيكون عدد العجول النافقة 750 ألف عجل، أي نصف عدد العجول المولودة 1.5 مليون. إذا افترضنا أن نصف العجول الرضيعة سوف تموت فقط، أي عددها 750 ألف عجل بمتوسط ثمن العجل 3,000 جنيه، إذن الخسارة في هذا القطاع تساوي 2.25 مليار جنيه مصري. على ما سبق تقدر الخسارة في الاقتصاد القومي من جراء الإصابة بالحمى القلاعية بحوالي 360 مليون، خسائر في إنتاجية الإناث زائد 500 مليون جنيه خسائر في الأدوية، تكلفة الأدوية التي سوف يعالج بها ضروع الإناث، زائد 420 مليون جنيه وزن الوزن في نقص العجول النامية الوزن الحي، 2.25 مليار جنيه تكلفة العجول أو سعر العجول النامية الرضيعة التي نفقت. إذن المجموع يساوي 3.5 مليار جنيه مصري، وهذه التكلفة الاقتصادية للخسائر مرض الحمى القلاعية بقلم الدكتور محمد شميس بطب بيطري الزقازيق.